لكن هذا الفزع الذي جاء القرآن به هنا من الذي يأمن فيه؟ أجيبوا بنص القرآن، أجيبوا بالقرآن، المؤمنون. الله يقول وهم من فزع يومئذ آمنون، ويقول جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. الإنسان حتى يأمن يوم الفزع الأكبر يعلق قلبه بالله، وكلما اختصم أمامك أمران، يعني تنازع قلبك أمران، انظر إلى أحبهما إلى الله، فقدم ما هو الله عز وجل يحبه، هذا من أعظم أسباب النجاة يوم الفزع الأكبر. من اختار الله في الدنيا لا يمكن أن يخذله الله في الآخرة. نقول من اختار الله عز وجل في الدنيا لا يمكن أن يخذله الله عز وجل في الآخرة. الله أرحم وأكرم وأجل من أن يختاره عبد ثم يتركه جل وعلا لغيره، بل هو جل وعلا يتولاه في الدنيا ويتولاه في الآخرة.